زيادة الأسعار هي عملت لنا ركود في السوق، وبقى خرب خرب بيوت للناس كلها. احنا مثلا ثلاثة أربعة واقفين مع بعض اخوات، فلما تيجي دلوقتي تجيب لي مكنة كده انت بتضرني في اكل عيشي. اولا انا بقف على المنشار مستمر 12 ساعة في اليوم. خطورة المهنة بتاعتي ديت يعني الطوابع ديت كانت طايرة على الحلاق، وبنشتغل برضه هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا حل. قلنا نعمل مدينة الأساس في دمياط. طب أهلنا في دمياط جم يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ عناصر أخرى فقدت في الدراسة. كان في البلد معرض للصناع الصغيرين دول. أنت مين؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟